مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. النهارده في الفقره الاخيره من الاهلي الليله بنتكلم دايما على الالعاب الاخرى وهي الاهم في النادي والاكثر في النادي الاهلي. هنتكلم النهارده عن بطلنا كريم عبد الجواد بطل السكواش، لعب بطوله في امريكا جي بي بورجن، طلع المركز الثالث، خسر من محمد الشرباجي في الدور قبل النهائي، برضه خسر من المصري. كريم عبد الجواد مادي يعني كويس جدا السنه اللي فاتت، وفي اخر بطوله اللي هي في جي بي مورجن طلع الثالث. المجموع جوائز البطوله دي 180,000 دولار. كريم عبد الجواد كان فاز في بطوله البلاك بول الدوليه وكانت هي احد اكبر بطولات الاسكواش. هنروح لجيانا فاروق لاعبه الكاراتيه ونجمه النادي الاهلي في الكاراتيه، وان شاء الله اللي احنا كلنا عندنا امل كبير في البطوله الجايه في دوره الالعاب الاولمبيه باذن الله تكون معاها ميداليه اولمبيه. جيانا فاروق حصلت في الدوري العالمي الميداليه الفضيه، الميداليه الفضيه خسرت من بطل فرنسا في الفاينل في فرنسا، هي الدوري العالمي. نجمه الاهلي طلع بنتيجه 6-3، نتيجه يعني نعتبر نتيجه كويسه لجيانا فاروق، لكن نتمنى من جيانا فاروق في المرحله اللي جايه ان هي تحقق احسن من كده. كانت كسبت بطله ايران في قبل النهائي نتيجه 1-0 وعلى بطله تركيا في دور الثمانيه بنتيجه 5-0. اخر خبر معانا النهارده عشاق كره السله الاهلي بيدعم صفوفه بلعيب نيجيري بيلو. كابتن رؤوف عبد القادر اذا تعاقد مع اللعيب النيجيري بيلو عشان يدعم صفوف الفريق في المرحله اللي جايه في البطوله الافريقيه. نيجيريا هي بطل افريقيا. البطوله اللي هيلعبها النادي الاهلي من 8 ل 10 فبراير اللي جاي، واكد كابتن رؤوف عبد القادر ان اللاعب هيجي مصر ان شاء الله يوم 31 يناير عشان ينضم للتدريبات الاهلي في المجموعه الثالثه مع بطل رواندا وموزمبيق وانجولا. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل ضيوفنا وكباتننا في الووتر بولو، كباتن كبار حققوا ما شاء الله كاس مصر، نتيجه مرضيه، 4 سنين كاس مصر بعيد عن النادي الاهلي بيحققوا السنه دي كاس مصر. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل كباتننا الكبار.